نجح المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة في فرض هيمنته على بطولة إفريقيا التي أقيمت بأوغندا خلال الفترة من 21 وحتى 28 من أكتوبر الماضي بعد حصد اللقب القاري عقب الحصول على 7 ميداليات. وحصد الفراعنة 7 ميداليات في البطولة القارية بواقع ذهبيتين وأربع فضيات وبرونزية واحدة. وحصل أبناء النيل على ذهبية الفرق بعد الفوز في النهائي على منتخب الجزائر بنتيجة 3-1، كما توج أدهم حاتم بذهبية منافسات الفردي على حساب زميله أحمد صلاح، فيما حققت ضحى هاني فضية منافسات الفردي بعد الخسارة أمام بطلة جنوب إفريقيا، فيما حقق زوج الرجال أحمد صلاح وعبد الرحمن عبد الحكيم الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام زوج الجزائر، وهو ما تكرر مع الزوج المختلط المكون من أدهم حاتم وضحى هاني بعد الخسارة أمام زوج الجزائر أيضا، فيما كانت الفضية الرابعة عن طريق أحمد صلاح والذي خسر أمام زميله أدهم حاتم في منافسات الفردي. أما البرونزية الوحيدة فكانت من نصيب محمد مصطفى كامل في منافسات الفردي. وتضم قائمة الفراعنة 8 لاعبين هم أحمد صلاح، أدهم حاتم الجمال، عبد الرحمن عبد الحكيم، محمد مصطفى كامل، ضحى هاني، نور يسري، جنى أشرف، جنى هشام، تحت القيادة الفنية للمدير الفني مصطفى كامل. وقدم منتخبنا الوطني أداء رائع خلال البطولة، واستطاعوا التغلب على منتخبات كبيرة وعريقة مثل منتخبي الجزائر وجنوب إفريقيا. ونجحت الريشة الطائرة في جذب أنظار المتابعين للرياضة المصرية خلال الفترة الماضية بفضل النجاحات التي تحققت مؤخرة، والتي كان آخرها صعود 3 لاعبين للأولمبياد للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، وهو ما تحقق في أولمبياد طوكيو 2020.